عيلة وفاء حب وصفاء عيلة وفاء حب وصفاء وايام زهرة عمر وايام تسرب هالعمر وتمر ويضل في الناس الوفاء عيلة وفاء حب وصفاء تزرع منا وتقطف هنا تزرع منا وتقطف هنا وترش عطر ايامنا وترش عطر ايامنا العيلة هي انت وانا انت وانا وهي هي جميل والعيلة من جنس البشر جنس البشر والناس والعيلة لكل البشر قدوة ومثل وإحساس عيلة وفاء حب وصفاء عيلة وفاء حب وصفاء مش في البيت مين بدها اياه يا حبيبتي معجبة اهلا مين يا ثريا نفس الموال يا عمي معجبة والله كبرت يا اياد وصار لك معجبين ومعجبات احنا علينا الشقة والتعب بس عن اذنك يا عمي خليني اروح اشوف الطبيخ قبل ما ينحرق أنا هذا الوضع مش عاجبني أبداً ليش يا عمي؟ يا منى يا بنيتي الولد الرياضة أخذت عقله بيقوم على الرياضة وبينام على الرياضة أي لسه زمان أول يا محلا كل واحد وشغلته يا أبا واللي بيشتغل شغلة لازم يجد فيها هاي منى مثلاً قدامك شايل المكتب على كتافها لأنه بتحس كل ما قدمت لمهنتها أكثر كل ما استفادت أكثر يعني هلأ ربطت إياد فيي علشان ما أحكي؟ لا 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 يا عمي أحكي أحكي يا منى هذا الكلام ما في إشي إياد يا عمي هلأ قاعد بشق طريقه في عالم الرياضة واللي كويس فعلاً في إياد إنه ما عم يكتفي بالنجاح بس مش مثل غيره من الرياضيين في بلدنا اللي الواحد بس حلمه وهدفه إنه ينزل على الاستاد بعدين بصير يرجع لورا إياد غير شكل يا عمي Thank you.
بقول لك النمرة غلط غلط، مش بيت إياد كريم. مع السلامة. ها ما عجبك الشغل؟ بس كنت حابة أثبت نفسي برا بالأول. ما بده يقولوا عني بتشتغل في مكتب أخوها. ما قلنا مليون مرة إنه المهم الإنسان يحقق ذاته، ومش مهم شو رأي الناس فيه. بعدين مين قال لك إنه أنا بدي أخليكي عندي بالمكتب؟ شو؟ بدك تستغني عني؟ طبعاً، بس ما قد ما تثبتي نفسك بالأول وتفرض لوجودك عليهم فرض. شفت المقالة اللي نقلوها عن الصحيفة اللي بنتعامل معها برا؟ تحقيق علمي خاص عن وكالة الفضاء الأمريكية، كيف انفجر المكوك الفضائي تشالنجر، أسرار علمية حول انفجار المكوك تنشر لأول مرة. شايف؟ عارف، مش ناشرين اسم المترجم. بس هي غلطة مقصودة يا ستي، سواء مقصودة أو غير مقصودة، ما قلنا المهم إنك تصمدي وتتحدي. خذي تفضل يا ستي. شو هذا كمان؟ تحقيق طريف عن المرأة الزرافي في قبائل الأندبيل الإفريقية، بدي إياك تنتي منه خلال يومين عشان بعديها راح أقدم لك تقرير يهز الصحافة هز. أنا لازم أقول لأبوه خليه يحط له حد. طب هو شو دخله؟ بنات معجبات فيه يا عمي، كل نجم وإله معجبين، شو دخلوا هالمسكين؟ ها يا عمي، الطاقة اللي بيجيك منها ريح، سدها واستريح. يعني عشان ما يكون لمعجبات لازم يبطل يلعب؟ ولا يعني عاجبك الولد يضيع بين البنات؟ ما هم البنات سوسة البلد، كل البلد من النسوان. شو هالحكي يا عمي؟ إن شاء الله وافقتها عليه. شو بدي أعمل يا بنيتي؟ طيبت خاطرها وقلت لها اتكلي على الله وإن شاء الله ما بيصير إلا الخير. وهلأ شو ناوي تعمل؟ يعني خليه يخفف شوي، أمه خايفة عليه واحدة منهن تغويه. يعني يا عمي هلأ معقول إياد عقله صغير لهالدرجة؟ لا يا بنيتي يا منى، مش هذا قصدي، بس يعني اتزودها شوي. يا عمي إياد لسه ما عمل ربع اللي ممكن يعمله، لسه الطريق قدامه طويل، وإحنا كلنا المفروض إنه نوقف جنبه إذا بدنا إياد فعلا ينجح في مهمته. يعني بتعتقدي؟ والله ما أنا عارف. طبعا يا عمي طبعا. ميالك يا عم، شوفي يا تغريد، شوفي مئات المكالمات وردت إلى الجريدة تطلب منا إجراء مقابلة مع لاعب الكرة المعروف إياد كريم، وسنتصل بدورنا باللاعب إياد كريم، نفتح الخط الهاتفي بينه وبين القراء للرد على اتصالاتهم. حكي فاضي. هل الرياضة حكي فاضي؟ مش هذا قصدي. ولا شو قصدك؟ قصدي إنه الأسئلة والأجوبة رايحة تكون سطحية وتسويد ورق على الفاضي. انت لو بتقرأ المقابلات اللي بيجروها مع نجوم الكرة في العالم بتقولي هدول فلاسفة مش نجوم كرة، بيعرفوا كل اشي. دايما الانسان الوحادي الجانب ما بينفع، لانه بكون في نقص في شخصيته، بتكون شخصيته سطحية. فانت اذا بدك تكون مبدع ونجم في كرة القدم فلازم تكون مكونات شخصيتك الثانية متكاملة، لازم تكون مثقف، لانه الثقافة بتسقل موهبة الانسان. هو بده يلقي خطبة ولا بده يلعب؟ الثقافة يا حبيبي يا عماد بتنعكس على سلوك وتصرفات الإنسان، وسلوك وتصرفات الإنسان جزء من المهنة اللي بمارسها أو اللعبة اللي بلعبها. يعني لازم أطالع؟ بالضبط، وبأكثر من مجال. يعني لو قرأت لك كل يوم ساعة ممكن تبني ثقافة جيدة. مش المهم إنك تكون فيلسوف عصرك في كل إشي، بس المهم إنك ما تبين سطحيتك أمام الناس، وانت عارف الناس ما بترحم، خاصة النجومهم بتحاسبهم على الإبرة. يا أبو جواد يا أبو جواد، شو هالحكي اللي بتحكيه؟ هذا بكرة بيكبر وبده يتجوز ويصير له بيت يصرف عليه، شو بتفيده لعبة الفطبول هاي المتعلق فيها؟ يا بنت الحلال، لا يوم الله بعين الله. ما هذا اليوم قريب يا أبو جواد، غمض عينك وفتحها تلاقي خلص جامعة، وبعد الجامعة لازم يشتغل ويكله بيت،
هو يوم ما دخل الجامعة مش قالوا بده يشتغل على شهادته؟ طبعا يا ثريا بده يشتغل على شهادته. وكيف بده يشتغل هو ليل نهار في الملعب؟ وقال ايش؟ قال لسه قدامه مشوار طويل. هلا انت ليش دايما مغلبة حالك في شغلات ما إلك دخل فيها؟ عشان مش شايفة حدا منكم بيتدخل، كلكم بتطبطبوا على ظهره. أنا بقول هذا الحكي ما بيصير، بده يلعب بيلعب شوي بس يدير باله على حاله، بكرة بيرموه بعد ما يكبر وما بيلاقي له شغلة يشتغلها. يا ثريا الحكي هذا كان زمان، الأيام هاي الرياضي معزز مكرم خصوصا اللي معه شهادة. قلبوا لك عقلك يا أبو جواد؟ ما أنت بقيت أول من وقفوا بطريقه بتكاشيها يدخل جامعة يدرس رياضة؟ شو عادة فيه ما بدأ؟ يا ستي لما الواحد يقتنع في شغلة مش لازم يضل محتم على رأيه، الاعتراف بالخطأ فضيلة يا ثريا. هلأ إحنا اللي غلطانين يا أبو جواد؟ حسرة على اللي ما إله كلمة في هالبيت، كل اللي بقوله بيطلع غلط في غلط. أيوة يا كريم أهلاً اتفضل. يا عزيزي أهم الأشياء اللي لازم يتمتع فيها لاعب كرة القدم الأخلاق أولاً وثانياً وثالثاً، ثم بعد هيك لازم يكون عنده لياقة بدنية عالية. أهلاً مع السلامة. بس مش هيك، اللياقة ما تيجي إلا بالتدريب المتواصل، واللاعب لازم يكون خبير بأسرار الكرة وقوانينها. عشان هيك أنا ركزت على القيمة الأخلاقية عند اللاعب، لأنه هذا اللاعب قدوة لألاف وملايين المشاهدين، سواء اللي بيشوفوه من خلال الملعب أو اللي بيشوفوه من خلال شاشة التلفزيون، وأي تصرف من هذا اللاعب بينعكس على هدول الناس. عشان هيك القيمة الأخلاقية أصبحت أساسية عند اللاعب. العفو، مع السلامة يا أخي. أهلي. معاكم حق تفكروا بمستقبل الرياضة، ومعاكم حق تخافوا عليه، وخاصة إنه ما في احتراف للاعبين عندنا يابا. بس إياد ماشي على الطريقة السليمة، بيبني نفسه بنفسه. لنفرض يابا إنه الظروف ظلت على ما هي عليه، مش بالضرورة إياد يضل يلعب بالأندية المحلية، ممكن يسافر برا ويلعب في أي نادي بالخارج. قصدك يطلع برا؟ طبعا يابا، الإنسان بدور عن طموحاته يابا في أي مكان، إذا قدر يلاقيها في بلده أفضل، بس إذا حس إنه بلده ما بيقدر يوفر له إياها ليش ما يبحث عنها في أي مكان ثاني؟ يا خوفي مع كثر ما يلاقي من مشاكل الولد ييأس. يا أخي إحنا الجيل الجديد مهمتنا صعبة، مهمتنا إنه ننحت في الصخر. طبعا، ولازم نناضل من أجل احتراف اللاعبين وتصديرهم للخارج. طبعا، لأنه اللاعب القدير ثروة قومية لبلده. طب أنا بدي أضرب لك مثال بسيط، شوف مارادونا مثلا. مارادونا ناديه باعه $8 مليون، يعني أصبح مارادونا جزء من الدخل القومي لبلده. عد عن هيك أصبح سفير لبلده في الخارج. لا، أنا شخصيا ما بفكر ألعب برا إطلاقا. مثل ما قلت لك، احنا الجيل الجديد علينا مهمة صعبة، مش لازم نهرب من مسؤولياتنا تجاه تطوير انديتنا ومؤسساتنا الرياضية. اتفضل. شو هذا؟ تحقيق مع نجوم العالم،
اللي شاركوا في مباراة اليونسيف اللي أقيمت ما بين نجوم العالم ونجوم الأمريكيتين حول سلبيات كأس العالم الماضي. يا سلام، هذا تحقيق بكيف علي إياد. وطالبته ثلاث صحف في الخارج من شان تنشره بنفس اليوم. زياد شوفي، أنت مش شايف إنك بتقتل الحس الصحفي فيه وبتحولني من صحفية لمترجمة؟ أنت هيك شايفة؟ آه، أنا بحب أصنع مثل هيك تحقيقات بنفسي. وأنا كنت بعدك لمهمة أكبر. شو هي؟ كنت ناوي أبعثك لفرنسا تدرس لغة فرنسية، لأني أنا بعتقد إنه شرط من شروط الصحفي الناجح إنه يكون يعرف لغة أو لغتين على الأقل. بس للأسف نظرة الناس في بلدنا لساتها مقتصرة للصحافة، إنه الواحد إذا قدر يجمع له معلومة ويصفها بلغة مكسرة وقولوا عنه أعظم صحفي. كمل، ليش وقفت؟ شو بدي أقول؟ أنا بخطط لأشياء كبيرة وأختي بدها أشياء صغيرة وجاهزة. لا مش هيك يا زياد، بس أنا طموحي كبير. وأنا طموحي بالنسبة لأختي أكبر. تغريد، أنت في مثل هيك تحقيقات ما كنت مترجمة وبس، أنت كنت قارئة، ولا بد أنك تكون استفدت منها ثقافة عامة، وبذلك بتجعلي من نفسك صحفية متميزة مش صحفية صغيرة. وشو عملت؟ وقعته في مطب مع أمي. كيف؟ سألته أنه الرياضي بحاجة إلى غذاء معين حتى يقوم بتدريباته على أكمل وجه. وشو قال لك؟ اسكتي، إذا كتبوا بالجريدة جواب لي جاوبني على التلفون أكيد راح أتولق بينه وبين أمي. شايف؟ شايف اللي بيعملوا فينا في الدار؟ بده يضحك الناس علينا؟ خد أقرب شوف، بكفيش إنه عاملني خدامة في الدار ليل نهار. الله يجازي بلعشك يا إياد. أي ديمقراطية في الطعام لا تفرق بين مهندس أو فنان أو صحفي أو لاعب كرة قدم، كلهم يجب أن يأكلوا من الطبخة التي تعدها الوالدة. أنا معك بكل اللي بتقوله، بس انت بتحكم على اللاعبين اللي برا. كيف؟ هون اللاعب ما له اي مستقبل، ممكن وهو يلعب لاي نادي ياخذ مقابل لعبه على شكل مكافآت، بس لما يكبر ويصير عمره 30 سنة ما حدا بيسأل عنه. يعني ما لهش ضمان؟ ابدا، في كتير من اللاعبين اللي تقاعدوا عايشين حياة ما بتليق بمقام اي رياضي، ولا اقول لك اي انسان حتى. ايوه، بس اياد بصير في الطريق الصحيح، وأنا بعتقد إنه إذا ظلوا على جهده ومثابرته ممكن يصير لاعب عربي أو عالمي، وبذلك بتخطى كل المعوقات الموجودة على الساحة المحلية. ممكن، وهذا هو اللي راح يصير يا أبو. كيف؟ أولاً أنا بعد نفسي إني أكون لاعب كبير بالعلم والخبرة. وثانياً أنا دراستي بتأهلني إني أشتغل مدرب، أو ممكن على الأقل أشتغل مدرس رياضة، يعني هيك مستقبلي مضمون. بس أنا خايف تسرقك السكينة يا أبا. شو قصدك يا أبا؟ أنا شايف يا أبا إنك معطي كل اهتمامك للكرة، وخايف تفرط بالوظائف وحتى بالتدريس وتظل لاحق الكرة، وفي الآخر تقول يا ريتني ما شفت الكرة، وتلعن اليوم اللي تعلقت بالكرة فيه. شو مالك يا ثريا؟ ليش قاعدة؟ إذا الواحد هل كان مذموم وقاعد ومذموم، لا يقعد يكسب راحته. هي لسه كلمات إياد مأثرة فيكي؟ ولا في واحد بيفهم بيحكي عن أمه هيك؟ وال، هي كلماته هالقد مهمة يعني؟ بعدين هو شو قال؟ ها؟ حب يخفف عن القارئ ويحط له نكتة خفيفة ظريفة بنص الحكي، شو صار؟ انقلبت الدنيا؟ هذا الولد طول عمره مبغدد يا عمي، ما بيحب إشي. أنت شو بيعرفك باللي بيصير؟ اسألني عنه أنا اللي طول نهاره مشيبني.
هذا الطبيخ بينصح، هذا فيش فيه فيتامينات، هذا فيش فيه دهون بتساعد على الالعاب، بس انا ما بحكي، بقول خلي الطابق مستور. احسنتي. والله اذا امكم ظلت عاقدة كشرتها اليوم ما في اكل. يا ما خليها ترتاح شوي، بنجيب اكل من المطعم. مسكينة عمتي، هل كان ليل نهار. هي بس لو تقبل عمتي تجيب لها شغالة، مش كان بتخفف عنها شوي وبترتاح؟ لا والله جبتيها، بدك اياها تهج من الدار. اي هي بتموت ولا تسمع سيرة خدامة في الدار. خلي الطابق مستور، اوعي تجيب لها سيرة. خليني اتصل فيها واطمن. قبل شوي قامت. وين بدها تروح يعني؟ على المطبخ. هي انا ما صدقت ما صديق الله وانا اقنعها. يا ابا يا كريم، اي هو قلنا احنا ابرك منها. اسمع يا ابا، قول لها كريم بده يجيب خدامه سيرالنكيه من بلادها استيراد وتصدير اذا احرنتها. ايوه هذه اخرتها، يعني بدك تطفيشها من البيت يابا. طيب حينئذ اذا ما كان واحد فيكم هو اللي عمل مقلب في اياد وخلناه يحكي هالحكي. احنا وانت بالذات، مش انت اللي دائما مش عاجبك الاكل مش قادر تقولها، خليته هو يقولها عنك. مسك حرامي، بلاش فضايح. على شو بتتوشوشوا؟ لا 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 ولا اشي يما، يسلموا هالايدين اللي ما نقدمهم، واحنا لنا بركه غيرك. امشي معي بلاش فضايح، امشي. اخر زمن كله الا هذا، بلاش ترجمي لانه ما له دخل بالموضوع. بدي اورجيه لاياد. يا سلام، قائمه اسبوعيه بالاكل للاعبين الرياضيين، عشان هيك ما بدي ترجميه ويشوفه اياد. بدي اقراها لماما بند بند عشان تعرف انه اياد كان على حق. يعني يا ثريا، فكرك مين بده يشهد مع العروس غير امها وخالتها وعشره من حارتها؟ يعني هي مقصوفه العمر تغريد جاي تحارمني فيه؟ اذا انها معدله تقعد في البيت وتطبخ لاخوها النشمي اللي بده يحط له بقصر من ورا هالفطبل. يا بنت الحلال افردي وجهك، انت ليش دائما معصبه وعلى كل اشي بتعصبي؟ وبس لو في فايده منهم كان الواحد قعد وسكت، بس لا فايده منهم ولا كفايه شرهم. لا يا ثريا، انا مش معك في هالحكي. الاولاد اسم الله عليهم ما شاء الله، جواد لولا علينا كان ابصر شو صار فينا، ورولا اخذت هذيك اليوم جائزه تقديريه تقديرا لجهودها في المستشفى. وتغريد كل اللي بيشتغلوا في المجال الصحفي بيحسدوها على الفرصه اللي صحت لها، وزياد مكتبه اشهر مكتب في البلد، واياد بكفي يا ابو جواد بكفي، الله يخليك، لسه ما شفنا خيره من شره. على طول فوق العارضه شاشة رقم 8 من الفريق الايطالي، 27 عام. تسمح؟ شو هذا يا سهال؟ صار لك ساعتين حاجز الفيديو. يعني؟ يعني دورنا مثل ما بدك يا ستي. انت اللي عملتيه غلط. الفيديو في البيت وسيلة حضارية، يعني الإنسان لازم يستخدمه لتنمية موهبته مش بس لقتل الوقت. بعدين الشريط اللي كان معك، يعني أنت كنت مضطرة تشوفيه؟ طبعا. ليش؟ لأني بدي أرجع لصاحبته. يعني وإذا ما شفتي شو راح يصير؟ ها ولا إشي، يعني شريط لتعبئة وقت الفراغ بس، في الوقت اللي كان فيه أخوك يشاهد فيه شريط من صلب اهتمامه وما كان فيه إمكانية إنه يأخره. بس هو طلع أعقل منك، أخذ شريطه وانسحب بدون ما يثير أي مشكلة. بدون ما يثير أي مشكلة، ما هي أثار العيلة كلها ضدي. طبعاً لأنه على حق.
حيرتيني معك. بالأول كنت تقولي إياد ما بيجيب ولا فلس، هلأ صار إياد يجيب مخصص شهري من النادي يصرف عليه وزيد. شو بدك أكثر من هيك؟ مش هذا اللي بقصده يا أبو جواد. ولا شو؟ هلأ لما أخته وخصوصا الظهر منهم بيشوفوهم بد عليهم وبياكل غير الأكل اللي بياكلوه، مش بدهم يصير يقلدوا؟ أنا مش قادرة عليهم وعلى مطالبهم، هم هيك كيف لما يشوفوه بياكل 100 صنف كل يوم؟ انت بس اطلعي منها وبلاش تفكير في هالقضايا. شوفوا شوفوا مين اللي بيقول الحكي. هلا مين اللي قدامهم كل يوم على الصبح، انا ولا انت؟ انت. مين اللي كل يوم على الصبح تسمع 100 كلمه على الاكل، انا ولا انت؟ انت. يا ابو جواد يا ابو جواد، البلاد كبروا وصارت مطالبهم كثيره. ليش في حدا مانع عنهم اشي؟ لا، مش كل اللي بطلبوه بيلاقوه. مزبوط. واللي مش عاجبه يوكل في البيت، مش بيلاقي في جيبته فلوس، يوكل شو ما بده وين ما بده. والطبخ اللي بطبخه يعني نكبه؟ بلاش نطبخ لعاد. يا ستي اطبخي للي بده يوكل، واللي ما بده لا تغصبيه. يا ثريا إضراب عمال المطبخ في البيت، إضراب مفتوح وحتى إشعار آخر. ليش؟ لأنه رب البيت قال كلمته اللي لازم تنقل، كل واحد يأكل اللي بده إياه يا ثريا. وهذه المكاسب ما كان ممكن تحقيقها لولا انتصارات إياد في الحقل الرياضي. تعيش الرياضة، تعيش تعيش تعيش. شو؟ بقول لك يا زياد، المدرب العربي اللي كان يدربنا طلبني اني العب مع فريقه. هاي فرصة عظيمة يا اياد، دير بالك تتركها من ايدك. بس بصراحة يا زياد، انا حاب اخدم الرياضة في بلدنا. يا حبيبي يا اياد، الانسان اللي بده يخدم بلده بيخدمه من اي موقع بكون فيه، وانا بعتقد انك اذا رحت راح تقدر تخدمه اكثر. بس فكرك امي وابوي بيوافقوا؟ ولا يمكن ولا يمكن اسمح ابدا. يابا اياد دخل في موضوع، يا اما بيكملوا للنهايه وبوصل للنجاح والطموحات اللي بده اياها، يا اما ما بيكملوا وبيقف بنص الطريق. انت اللي طول عمرك واقف بدكاش حد يطلع برا، هلا بتدافع عنه يا جواد؟ يما هذا مش دفاع عن اياد، انا بدافع عن الواقع. ابنك بين ايديه فرصه ذهبيه، ليش نتركها تضيع من ايديه؟ طيب يا جده والقرايه، مش هو بيقرا في الجامعه، شو بده يعمل؟ يا جد الدنيا مساء، الله يمسيك بالخير. الله يمسيك بالخير. المدرب وعده انه ينتقل على دراسته على الجامعة هناك، يعني اياد مش رح ينتقل من البلد الا كل اشي مأمن له. انا لا يمكن اوافق ابدا. يا عمي لو كان في غلط بس 1% من سفره يمكن كنت انا اول وحدة نصحته، بس احنا كلنا شايفين انه حتى سفره للخارج افضل بكتير من انه يضل هون. هناك بتعلم افضل، بيتدرب أفضل، بيكتسب خبرة أفضل، وبلمع نجمه أكتر. إياد وافق؟
الحمد لله واخيرا وافق. وليش ما كان بده؟ كان متردد كثير، مش لانه العائله ما كانت موافقه. ولا ليش؟ لانه بيعتقد انه اذا سافر راح فريقه يخسر لاعب من اللاعبين، وجمهوره اللي بيحبه راح يفتقده كمان. هاي اشياء عاطفيه. ولا عاطفيه ولا شيء، هذا حس انساني ووطني، ما في انسان بيستطيع انه يقاوم. امتى رايح يسافر؟ بعد المباراه النهائيه لفريقه. بشكر إدارة النادي وبشكر المدرب العربي اللي طلب مني الانتقال للاعب في فريقه اللي بيشرف عليه، وبقول رغم موافقتي المبدئية إلا أني مصمم أني أبقى في بلدي، لأنه حاسس أنه بلدنا بحاجة لنا حتى نطور مؤسساتنا وأنديتنا الرياضية، وبحس أنها واجب وطني علينا كلنا.